تنكر الفنانة يسرى والفنانة سهير البابلي في المترو. لبسوا لبس تنكري ونزلوا ياكلوا ذرة في مترو الأنفاق دون أن يشعر بهم أحد. كانت ترتدي قبعة ونظارة شمسية وبتقول ليسرى محدش معبرنا، الكومبارس تعرفوا أكتر مننا. قدام الناس اللي محدش عارفنا ولا معبرونا، مش عارفنا والله، لا قال عم يعرفوني حاجة. في واحدة عارفة بارك سوير. احنا رايحين فين؟ استني الدحين هيعملوا لنا مخالفة وهيقول ازاي دخلتوها. انت ما تعرفش، انا معلش دلوني يا امي. الناس طب تيجي بقى نقلع بقى الكومبارس اتعرفوا على بنعمل ايه يا امي. الفنانة المصرية توفت يوم الاحد الماضي عن عمر 86 عام بعد معاناة من المرض. المرحومة سهير البابلي ولدت عام 1935 وهي ابنة محافظة دمياط شمال مصر. آخر ما قدمته الراحلة فكان مسلسل قانون سوسكا عام 2016 الذي لم يعرض بعد على شاشة التلفزيون بسبب بعض الأزمات الإنتاجية. وإليكم خمس مشاهد من جنازة الفنانة الراحلة سهير البابلي. نعش الفنانة سهير البابلي كان ملفوفا بعلم مصر. معز مسعود يؤم المصلين في جنازة سهير البابلي وحضور دنيا سمير غانم ورامي رضوان. يذكر التاريخ أن الفنانة سهير البابلي كانت سبب في إشهار إسلام الفنان منير مراد. تزوج لمدة 9 سنوات وانفصل بسبب الغيرة. أكدت بنفسها الفنانة سهير البابلي أن الفنان منير مراد كان صادق في إسلامه، وذلك بسبب حبه الشديد للفنانة سهير البابلي.